في شكل مختلف او وضع مختلف في الانديه المصريه والافريقيه والعربيه ايضا، وان شاء الله والانديه الاوروبيه ايضا. خلينا اروح سريعا لكابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق الكره السله سيدات، وطبعا نطلع الفريق هذا الموسم واستعداده للموسم القادم. كابتن ايهاب مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير كابتن فاروق، تحياتي ليك ودايما في سعادة مستمرة مع حضرتك وطبعا وبناتنا كده بالحصول على بطولات دائمة بأمر الله إن شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن فورو، يا رب إن شاء الله. طيب طمنا يا كابتن على فريقنا السنة دي بقى، هل احنا لسه تقريبا عندنا بطولات ما خدناهاش ولا خلاص احنا خدنا كل البطولات كده؟ الحمد لله احنا السنين اللي فاتت احنا خدنا الأربع بطولات صحيح المحلية اللي لعبناها. ان شاء الله نتمنى السنه دي يكون في مشاركه في البطوله العربيه في شهر 10 24/10 في الاسكندريه، النادي الاولمبي مستضيف البطوله العربيه. ان شاء الله مستنيين بس ان هم يعلنوا رسمي يعني عن الميعاد، وان شاء الله نقدم مجلس الاداره ان شاء الله ونشارك فيها دي. ان شاء الله. طب استعداد بقى للموسم القادم الكابتن؟ احنا لسه التشكيل والجهاز خلصان من يومين، فان شاء الله احنا عندنا اجتماع بعد العيد ان شاء الله للفرقه هيكون بان رسمي ان احنا هنشارك في البطوله العربيه ولا لا، وهعرف من الاتحاد المصري ان شاء الله نبتدي الدوري المرتبط امتى، وبناء عليها نحدد بدايه فتره الاعداد. طيب كابتن معلش، انت قلت لي التشكيل الفني للجهاز، ممكن تقول لحضرات يعني لينا يا كابتن ولا في احراج ليك حضرتك؟ لا انا السنه احنا الجهاز بفضل الله زي ما هو زي ما هو، المجلس الاداره جدد الثقه في الجهاز كاملا. تمام. الحمد لله يعني الاربع بطولات على مستوى الدرجه الاولى، والناشئات احنا خدنا بطوله 18 سنه وكمان بطوله 16 سنه ابطال الجمهوريه، وخدنا ثاني الجمهوريه في ال 14. فالحمد لله في استقرار على طيب على الجهاز كامل، والمجلس السنه دي عمل لنا حاجه كويسه جديده في التشكيل، زود لنا مدرب في الدرجه الاولى كمان، حطينا كابتن عمرو صبري يكون موجود ان شاء الله في جهاز الدرجه الاولى. طب في تدعيم للفريق يا كابتن بالنسبه للاعبين او اللاعبات؟ الموضوع صعب شويه يا كابتن فاروق، موضوع البنات لازم ناخد استغناء من الانديه، يعني بنخاطب الانديه وبعد كده ناخد استغناء من الانديه، فبنلاقي صعوبه شويه فيه، لكن ان شاء الله السنه دي هيكون في تدعيمات ان شاء الله باذن الله للفريق الاول، عشان هيكون في اضافه السنه دي. الحمد لله احنا كسبانين بس الاضافات هتساعدنا في البطولات العربيه والافريقيه ان شاء الله اللي هو هدفنا بقى. طب كابتن يعني سؤال اخير لحضرتك، يعني تجربه حضرتك مع المنتخب يهمنا اعرف بس يعني تاثيرها او يعني شايفها ازاي؟ والله دي حاجه طبعا ده شرف لاي مدرب ان هو يمثل المنتخب مصر، دي حاجه يعني شرف لاي مدرب. الحمد لله تجربه بالنسبه لي ان شاء الله تكون مفيده زي ما كانت مع البنات على مستوى الدرجه الاولى يعني محليا، ان شاء الله تكون بقى دوليا بقى يكون في استعداد لبطولات افريقيه مع المنتخب ان شاء الله وبطوله البحر الابيض المتوسط، فرب ان شاء الله يكون فيها توفيق يا رب زي السنه اللي فاتت. يا رب كل التوفيق لك يا كابتن، والتوفيق لك فريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق كره السله في النادي الاهلي، شكرا جزيلا. خلينا اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي بقى، عندنا كلام كتير على تجربه منتخبنا الوطني امس امام كولومبيا، وكلام يعني اكيد يهم حضراتكم في جزئيه التحليل الفني شويه وراينا، واكيد رايكم كمان انتوا طبيعه المباراه بشكل مميز وشفتوا اداء المنتخب الوطني. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.